الله طاعتكم وأعاد الله علينا وعليكم وعلى المسلمين العيد بالخير والمن والبركات. ثم أول ما يجب على المسلم أن يقول في هذا اليوم المبارك أن يقول الحمد لله. الحمد لله الذي Thank you.
أنا إيش ماي ومان كذا كذا شو هذي ومان. وليه خلاص. براين. مورجاه يا دكتور. شامبالي راه ولا براين ميش ترى. يا كمبرين دي مجال ترى. سما دادي نو شكلها كذا. يقول لك هون. يا توم وتوم. كي على جاني ما جاني ما سجلت. يقول لك كم بودو أنا في جاي. بدر جاني ما سجلت.